القرآن المكي كان يهدم ويبني في نفس الوقت، كان يحطم الأصنام الفكرية والحسية في عقول الناس وفي واقعهم. هناك أصنام فكرية تعشعش في عقول الكثيرين، القرآن دمرها وحطمها وكسرها، مثل قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن ودا ولا يسوع ويغوث ويعوق ونسر، لا تذرن آلهتكم ولا إلى آخره. هذه الأسماء والأشخاص الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام، جسدت هذه القصة بهذا القرآن العظيم. الأمر الثاني أن هذا التكسير والتحطيم كان من خلال نزول الآيات المكية تترى، يعني نزلت اقرأ ثم نزلت نون والمدثر والمزمل، وتتابع القرآن يبني القرآن هذا الإطار الفكري العميق للمسلم حتى لا يهتز مع هذه الأفكار والأيديولوجيات. إذن كان القرآن يذكر قصص الأنبياء، لماذا؟ حتى يتأثر المسلم ويرى نماذج حية أنه رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو بدعا من الرسل. فكانت ثورة القرآن كما قال عبد الله بن مسعود، ثوروا القرآن، ثوروا يعني اكتشفوا معانيه، اكتشفوا بلاغاته، حركوه في النفوس وفي العقول.